اتفضل يا حاج، اتفضل يا عم الناس. مفتوح يا باشا، اتفضل يا عمنا يا عمده. يا باشا صباح الجمال يا عمده. حصر ان شاء الله يا باشا. عينيا يا باشا، تحت امرك يا باشا. ربنا يخليك، نور الدنيا يا عمده. ربنا يخليك يا باشا، عمده بلدنا. اقسم بالله تسلم يا خال. حضرتك اساسا منين؟ من السعيد بقى. سوهاج يا باشا، احسن ناس رجاله سوهاج. طب ما انت يا عم الحاج ما شاء الله عليك، انت وابنك البرنس ده، يعني تلاقي علاقاتكم حلوه في اكتوبر هنا. الحمد لله طبعا. والله مسيطرين يعني. الحمد لله ما شاء الله. تعرف بقى بتعامل، انت شغال في المقاولات؟ في المقاولات، معانا عربيات وبلد ورمله وبتبني بقى وتهد. طب تعرف فنانين بقى؟ طبعا انا اعرف الكابتن عمرو. عمرو مين؟ عمرو المخرج. ما شاء الله. طب عرفنا على الناس دي يا عم. ده انا ابنك يعني، عندي الموهبه وبيقول عليها ممثل. باشا تحت امرك، وانا اوريك باللي انت عاوزه. ربنا يبارك لك يا عم. طب انا هقلدك، انت بتحب، بما ان انت راجل صعيدي زي الفل، هقلدك واحد بتحبه وانت تقول لي هو مين. ماشي. وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا؟ ها؟ بيقول لك في مواطن كان بينشر الغسيل في البلكونة ونقطت المية على مواطن تاني. قالوا لك ان مصر فيها فتنة طائفية. فيها ايه؟ فتنة طائفية. انا بقول لهم من موقعي ده، من التاكسي ده، ان الديمقراطية لها انياب. ايوه طبعا. الديمقراطيه ليها ايه؟ أيوة. انياء. ايوه انياء. ايه يا حاج؟ قول انياء. انياء قول انياء. الصلاه على النبي. ايه رايك يا حاج؟ بعرف عنك والله العظيم فنان. والله العظيم فنان محترم. طب ايه؟ طيب ساعدني بقى. طب ادي لك حته كمان، حته تقليد انت هتحبه ده. بص مصطفى. باشيتا يا مصطفى، باشيتا اللي تقفل ده ابدا. انا ورايا رجاله تاكل الزلط، تاكل الحديد، تاكل الاثبات اللي بيسلح. تاكلك انت، تاكلك انت. خلاص يا عم امشي بقى. بس يا ابني خلاص يا باشا. تضربني يا جدع ولا انا محترمك عشان خاطر ابوك يا باشا؟ خلاص يا باشا. اقسم بالله عشان خاطر ابوك، اوعى يغرك ان انت صعيدي. ده انا من سجولتا يا باشا. على عيننا وراسنا. تعمل ايه؟ هضربك هنا وربنا يمشي. تضربني يا جدع؟ واحد الله، اقسم بالله ده العمده ده فوق دماغي. ماشي ربنا. انت تضربني. خش يا عم الفنان وخلاص يا عم. عيب كده؟ اقسم بالله ما هكلمك عشان خاطر ابوك. يا ابني امشي بقى. ابني ايه يا ابني؟ انا يا ابني عندي عيال قدك يا ابني. يا باشا خلاص. ربي لا متربي، لا متربي، وانت عارف انه متربي. وعيب عليك يا باشا. خلاص مش هتلحق يا جدع. ما لحقوش. ايه بس تقريبا انت يا عم؟ خلاص يلا يا عم. خلاص يا عم. لا 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 يا عم. خلاص يا عمده مالك؟ قلنا خلاص يا عم. بقول له انت تمام زي الفل. خلاص طيب خلاص يا حاج. ما هو ما ينفعش. ياخد مغنى وجعنا. انت يا ابني هيش على ما فيه. يا ابني امشي. انا خلاص يلا. انت بتقول كده ان شاء الله عشان ما اضربكش وربنا. اضرب مين يا عم؟ ما تضايقش على ما فيش. والله يا ابني ايدك انت عبيط. انا عبيط ايه؟ طب يا ابني خلاص يا ابني. بص يا حاج انا هعرفك ان هو هيش على ما فيش. بص راح احنا قاعدين عادي اهو صح؟ اهو شفت يا ابني. بس خلاص وربنا بس انا هضرب. هو بتضرب يا جدع. بص بيشتمني يا عم. خلاص يا عم انت سوقتك. احنا رايحين مشوار وراح نشاكل. نشاكل؟ ما حدش يعرف يشاكل معايا يا عم. انت سوقت تاكسي لا رحت ولا جيت. لا يا حاج انت بتلخبط كده يا حاج. يا عم خلاص مش عايز اقرب يا حاج. ما تخلينيش ازرجن عليك. نمرة الزرجن يا حاج. ما اقول لك ايه كده كسرك في بعضك. كسر مين؟ انتوا عاملين عليها رباطيه عاقد. انت بتتكلم مين؟ امشي. كلم مين يا اخوي؟ بكلم مين؟ انا امشي يا عم. ده انا على الحرام يا جدع. يا جدع يا جدع امشي بقى. ده انا هدا بس يا اقف بيك على جنب اعرفك. اوف انت اوف اي جنب. ده انا تطلع ايه؟ ده انا هعرفك دلوقتي. اوه انا هعرفك. انا انزل. تعملوا معايا كده ليه يا عم؟ خلاص يا عم قلت لك. خلاص يا عم يا حاج انت هتضربني. يا عم خلاص قلت. تضربني عشان خاطر ابنك. تضربني عشان خاطر ابنك. تضربني عشان خاطر ابنك يا عم. في فلافل يلا والدكان ايه؟ انت بتضربني عشان خاطر ابوك معاك يلا. ده 10 منك بجنيه يلا. ده 10 منك بجنيه يلا. ولا بص بص دي بص. اوه يلا اوه يلا. ايه ده يا ازاي الحلقه دي ولا لا؟ ازاي حلقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بكم النهارده في حلقه جديده من الكريزي تاكسي. والنهارده حلقه الصعيدي او حلقه الطار. بسم الله.
فين في المعادي؟ مش المعادي على الكورنيش؟ عناية التنين استرها علينا يا رب. طب منين يا اسطى؟ أنا من الصعيد الجواني. جواني؟ أيوه يا أخوي. يا إلهي إلا الله، قلبي مقبوض. أيوه بس واحد إلا كده. مش عارف قلقان. ما فين؟ في حاسس بيهم. حاسس بيهم، شامم ريحتهم في كل حتة. هم مين دول يا اسطى؟ هم مين إيه؟ مالك يا عم عادي، أنت ما تقلقش أنت. تقلق ليه؟ استرها علينا يا رب. إيه يا اسطى أنت؟ ايه؟ قفلت مسوجة ليه؟ يا عم ما قفلتش حاجة يا عم، هو بيقفل الواحد المسوجة. مالك كده فيك ايه؟ ما انت قلقتني يا اسطى. فيك ايه يا اخي؟ يا عم في ايه؟ لا اله الا الله يا اخي. يا رب يا كريم استرنا علينا، حاسس بيهم. حاسس بيهم وشايفهم. استنى يا اسطى والنبي، نزلني ورا ولا نزلني على جنب؟ انزلك ورا يعني ايه يعني؟ يعني ايه نزل؟ اقعد يا عم. فيك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم. وطرتك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم. سيبنا في حالنا يا اخي، مش رايح مشوارك. طب ما خلاص بقى سيد خشمك يا عم في الطريق بقى. سيد خشمك. طيب لا اله الا الله يا اخي. هو ده طريق المعادي يا اسطى؟ يا عم سيب على الله يا عم، دي الطرق الزحمه والطرق بقى، بحاول اشوف لك طريق سالك. سالك ايه يا اسطى؟ يا اسطى ده مش طريق المعادي خالص. بقول لك ايه انت تقعد جنبي ساكت. تقعد ساكت ماشي؟ منه ليه؟ تعال اسطى من شجر يا اسطى. اقعد يا عم، اقعد يا عم. لا اله الا الله. ايه داي؟ عريدي عريدي يا عمي. مين عصران؟ افتح يا عم. ما فاتحش شيء. انا ما فاتحش. عايزين مني ايه؟ انا جابكم. عريدي حدت لك يا عريدي. تقتل مين؟ حدت لك. ايه اللي جابكم ورايا تاني؟ ارجع بالزمن 20 سنة ورا يا هريدي. انت لسه زي ما انت، ما اتغيرتش يا وهدان. انا ما اتغيرتش. وانت يا عصران طول عمرك تعمل غلط يا منتصر والناس تحبك. منتصر مين؟ ما عارفش. نرجع لمرجوعنا. احنا مش كنا خلصنا القديم؟ اقعد انت ساكت. زد خشمك. نزلنا اصلا والنبي. مش نزلنا يا جدع. اقعد. انا حقتلك يا اهدان. احنا عايزين نرجع. يا عم ارجع ورا كده ما تزهقنيش. اقعد يا عم. اقعد يا عم. انتوا متخلفين. ايه ده يا عم؟ عيب يا ولا. اني يا عم وعيد. اني اهدى شويه يا عم وعيد. جاي ولدك معاك يا عم وعيد. خلاص يا رجاله. ولده مين يا عم؟ نزل لنا ربنا. نزل لنا والنبي. كنا قفلنا الدفاتر القديمه يا عم والنبي. نزل لنا ليه؟ نفتح تاني ليه؟ يا عم يا عم اقعد ساكت. انت نزل لنا انا مشروع معايا ده. انا عارف ان المشروع ده خرب. اصبر عليا. اصبر يابا. اصبر يابا. خلاص ده قفلنا الدفاتر القديمه. نفتحها تاني يا عم. نفتحها ليه يا عم؟ بفتحها بعد ما ارجع انت تاني. انا بالسكر رجعت. فاكر ايام كيجي؟ فاكر. فاكر ايام ما كنت بتاخد المصاصة من البت هندية؟ فاكر. وبعدين كنت انا قاعدة وساكتة وحاطط في قلبي. بس ايه؟ خلصت عليهم بيدي. اختار موتك بيدك. اختار موتي. ايوه اختار موتك بيدك. يعني ايه اختار موتي؟ يعني هتموت. يعني هتموت. مين اللي دالكم علي؟ انت مشك البطال. هو اللي نزلولي واتخانقوا. نزلولي واتصرفوا. انا مش عارف الحوارات يا عم. ما اعرفوش. بس يا ولد. اسكت انت يا عم. هنيجي مين اللي عيب عليك؟ انا مش هنيجي. انا مش هنيجي يا عم. اهلي منع. منع للتوهان. هقتلكم انتوا الاثنين. اقتل مين يا عم؟ اقتل مين يا عم؟ شاهد يا عم. بس خلاص يا رجاله. اختار موتك بايديك يا وهدان. اختارها. اختارها يا وهدان. اختار موتك. اديله يا عصران. اوعيد اوعيد. انت بتسب. انت بتسب قرايبين. ايه قرايبينك دول؟ قرايبيني واد عمي. انا وابن عمي. انا غريب والله. كلامك يا غريب. عالك تدعو ولا يا عم بقى ولا انا عارف. يا عم بقول انت تبع النجاي حالة. يا عم النجاي مين؟ خليك في الطريق. تبع النجاي حالة. ايوه كرش النجاي. عيدك يا عم. كرش النجاي. لا لا كرش النجاي. مجنون. يلا مجنون. مين جاي؟ لا عم كرش النجاي. كرش ده. كرش يلا كرش. يلا بخال فخال. مجنون فخال. ده رجلي مين؟ ده عين مين؟ انزل. نزيع الحلقة دي ولا منزيعش؟
هلا فين يا أمروت؟ آخر الشارع. آخر الشارع؟ أوكي. ما شاء الله. عساسين أخوك الصغير؟ ربنا يا ربي يخليهولك. ويخليك. اسمك إيه؟ يوسف. ما شاء الله يا يوسف. أمر يا يوسف. ما شاء الله عليك يا ولد. اسم حضرتك؟ مريم. مريم ويوسف ما شاء الله. ويا ترى انت بتدرسي يا قمر؟ ايوه. سنه كام؟ ثالثه ثانوي. بسم الله ما شاء الله. مش باين عليكي خالص. بسم الله مش باين عليكي مثلا، لا يعني باين عليكي مثلا رابعه كليه. انت برج ايه؟ الحوت. والله عندي ولد عريس ليكي بسم الله ما شاء الله متفصل عليكي ونفسه بنت برج الحوت، بتكون لسه صغنطوطه كده لسه بتدرس وما عندوش مشكله على فكره خالص في ان هو تكملي دراستك عادي جدا والله. مهدد زي الفل. ماله عادي دلوقتي. طبعا اكيد انت سمعتي عني، انا اسمي خميس، مستر خميس ملك التلبيس. انا عندي بيج على الفيسبوك معروفه اسمها جوزني يابا احسن هعيش واموت في وسط الغلابه. اهو تعالى يا ولد. مسيو خميس. اركب حمادة. اركب. حمادة. انت ولد حمادة. مسيو خميس. تحب مين؟ مسيو خميس. بجد بقى؟ ايوه بتكلم. ده عريس جميل. ده حمادة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. انت ولا حابب مين انت؟ احب ابو خميس. اذا كنت يوم ديك امه. ابو خميس. مين ينزلك يوم ايه؟ ابو الخميس. انت تحب تاكل شوكولاته فين؟ يوم الخميس مع ابو خميس. بتحب تلعب فين؟ في الخميس. بتلعب مع مين؟ ابو خميس. جدع برافو عليك. تحب عروسه مين؟ عروسه ابو خميس. دي عروسه حلوه ولا لا؟ انا جبت عروسه مين ولا كلمه انت؟ انت كلمه انت. طلبك ولا مش طلبك؟ هو ده ابو خميس. ادفع فلوس. هو ده ابو خميس. هو ده ابو خميس. ده مش هزار يا جماعه. ابو خميس. ابو خميس. اركن على جنب. اركن على جنب. لا لا اركن ليه؟ لا لا يعني ايه اركن على جنب؟ على جنب. ليه فلوس ايه؟ شبكه ايه يا عم؟ ايه ده؟ شبكه ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا 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 لحظه حبيبي يوسف. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ده جوز اختك ان شاء الله في المستقبل. جوز اختك ايه يا عم؟ في المستقبل. إيه؟ بستقبل ايه؟ انا اتجوز ده؟ ماله ده؟ ده بسم الله ما شاء الله. ده بصي ده بصي. إيه بسم الله ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. ده اسمه عريض المنكبين، له شارب يقف الصقر عليه. يا نهار اسود. يا نهار اسود. اصلع الدلخه. ده موجود النهارده في منه؟ يا عم انت بتستقبل ايه؟ بستقبل ايه؟ بنت ايه؟ عم خميس. عم خميس. عم الهبل. الهبل هناك في الجبل. نزلني لو سمحت. مفيش نزول. نزلني. ولد. ولد. اسمه ابو خميس. شد اللب. يا ايه يا عم ايه؟ دي فلوس. ده محفظة. مش عايزين حاجة. احنا عايزين ننزل. مفيش نزول. تنزلي تدفعي تأشيرة ان انا اجيب لك العريس لحد هنا. انت مش عارفة مصلحتك فين. انا عايز تحضر فرح. اتجوز ده؟ انت عارف انا بنت مين؟ بنت مين؟ ايه اللي بنت مين؟ انا مش عارف ولا ايه؟ لا معرفش والله. يا حضرتك ممكن تعرفيني. انا معرفش. بلد الكلب سرك الام. انت ولد الكلب. انت ولد ابو انت اوزنو. انت اوزنو. ايه ديك ليتا فورو ست ليتا. اتجوز انت. اتجوز دلوقتي. اتجوز دلوقتي. معاها فلوس؟ لا طبعا. معاها فلوس. بص تعالي اوريكي حاجه. بصي ده ايه؟ ده القصر بتاعه في مارينا. ده فستان فرحك يا عالم. فستان فرحك. ده فيلته دي تتسال الحاجات دي؟ لا طبعا. انت مش هتنزلي من العربيه غير لما تدفعي الرسوم بتاعت الجواز. رسوم الجواز 1000 جنيه يا جدعان. الحقوني. 1000 جنيه رسوم الجواز يا جدعان. الحقوني. اوعى تتش. الحقوني بس. الحقوني يا جدعان. مفيش حد. ازن يا عم. مفيش حد. نزلت يا عم. هننزل يا عم. نزلت يا عم. انت بتمد ايدك عليا عشان انا راجل صغير. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا راجل صغير وانت راجل كبير. انا راجل كبير وانت راجل. لو سمحت يا جدعان الحقونا. بس مفيش حد يلحقك ولا حاجه. احنا كلنا كنا بنهزر معاكي. كل ده كان متصور. كلنا كنا بنصوره. انتوا برنامج كاميرا خفيه كريزي تاكسي. الكاميرا مش اهي. انا بجد بنهزر معاكوا على فكره. دي كل ده هزار ولا في عم خميس ولا عم جمعه؟ انا عادي اهو جدا. مش عادي. نذيع ولا ما نذيعش؟